سورة الحمد، إيش قد مؤثرة هاي سورة الحمد؟ إيش قد تأخذ من وقتك؟ الدقيقة ترى ما تأخذ، أتحداك إذا تعدى الدقيقة، دقيقة ما تعدى، لكن إيش قد بها أجر؟ أنا أعطيك بها أجر شلون؟ طلع واحد النبي صلى الله عليه وسلم طلع على مقبرة، مر على مقبرة، فأشار إلى قبر، قال له قم بإذن الله الذي يحيي العظام وهي رميم، طلع الميت من قبره. زين، والنبي عند الولاية التكوينية طلع هذا الرجال، قال النبي قال له مرني يا رسول الله، قال له أكو رجل مر من هنا فقرأ لأرواح أموات المقبرة بأجمعها الفاتحة بس سورة الحمد، كم كان نصيبك منها؟ هاي الموتى هاي لما طلع ألف ألفين ثلاث الله العالم. زين، أنت قد كان نصيبك منها؟ قال له كان نصيبي منها الأقل، أنا أقل شيء حصلت يا رسول الله. قال له كم كان نصيبك منها؟ قال كان نصيبي منها بقدر جبل أبي قبيس. اللهم صل على محمد وآل. هذا أقل واحد، إذا أكثر واحد إشقد، وإذا تخصص الفاتحة لميت خاص إشقد يأخذ أجر وثواب.